تحياتي، موعد جديد في المحقق مع سلسلة القضايا اللي تهزنا للولايات. قاعدين نجوبوا في ولايات الجمهورية الكل، فما ولايات الحقيقة اللي عرضنا فيها الكثير من القضايا، وفما أصلا ولايات اللي فيها زوز أجزاء خاطر عنا فيها أعداد كبيرة من القضايا، وفما ولايات أخرى القضايا فيها ما كانتش كثيرة، مش لأنه الإجرام لسوء الحظ ما هوش كثير. على كل حال توصلنا لولاية جندوبة، أبرز القضايا اللي تعرضنا لها في ولاية جندوبة، منها القضايا اللي عرضناها لكم هنا في المحقق بصفة خاصة، ومنها زادة قضايا مشهورة صارت في تونس. متابعة طيبة. مرحبا بكم، حلقة جديدة من المحقق في المحقق بلس، حلقة في أشهر القضايا التونسية اللي باش ترجع بينا لوحدة من القضايا اللي صارت عليها خوضة كبيرة، صدمة كبيرة حتى عند الرأي العام. تو من بعد تعرف علاش كي نوصلوا لواحد من المشاهد متاع هذه القضية، قضية باش تعاود ترجع بينا لنتائج التعصب، نتائج التشدد. كيفاش تنجم تكون؟ شنو هو تنجم تكون بالضبط؟ مرحبا بكم إذن في حلقة الفاضل المتشدد لترجع بينا جندوبة 2017. حكايتنا الليلة تبدأ إذن في أواخر 2016، وتبدأ من لقاء اللي نعرفوها عليه محدود جدا. نعرفوا أنه صار اللقاء الأول بالصدفة، أما كيفاش كان هذا اللقاء بين زوج شخصيات مبدئيا بعاد على بعضهم، الحق في ملفات القضية ما عناش التفاصيل. نحكي لكم على لقاء باش يجمع الفاضل عمره 47 سنة من جندوبة ويخدم في تونس، عامل يومي، وسونيا عمرها 25 سنة من جومين في بنزرت، وهي زادة موجودة في تونس. لقاء الصدفة الأولاني باش تتكرر بعده اللقاءات، على خاطر فما قصة حب باش تنشأ ما بيناتهم الاثنين. لكن رغم أنه الغريب في الأمر أنه الفاضل صعيب، أو صعيب يمكن كلمة شوية فيه، الفاضل متعصب متشدد ديني. كيفاش كانت اللقاءات الأولى مع سونيا ما نعرفوش مليح، كيفاش أصلا دخل في هذه العلاقة معها ما عناش برشا تفاصيل، ولكن اللي نعرفوه أنهم الاثنين باش يتفاهموا سريعا على العرس. سونيا كان في بالها لقات الراجل اللي كانت تستنى فيه، راجل مدين يعرف شقال ربي، مستوي مسترة، أمور واضحة، هذا هي شنو كان تحسب. أما هو شنو كان يحسب فحسبة أخرى، هو توا 47 سنة هي 25 سنة. عند برشا من حاملي الفكر متاع الفاضل طار الحكاية هذه باش تخليه يربيها على يديه، شنو بنية صغيرة باش ياخذها يربيها على يديه كيما هو يحب. هو شنو يحب؟ يحب ربة بيت صالحة تشد دارها وتسكر على روحها. ما قالهاش عاد هو الهدرة هذه قبل ما يعرسوا، هنا جايين باش يتفهموا. إذن قلنا على الزواج باش تفرح برشا سونيا، وباش تقول له انا باش تخبر عائلتها ودارهم وكذا، وباش يحضروا. لا 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 لا، مش هذاك الزواج اللي نحكي عليه. باش يجاوبها الفاضل،
لا زازة ولا عرس ولا زواج مدني. هذا الزواج المدني ما قالش به ربي. ها مالا شنوه؟ الزواج الشرعي. هاي هنيهو الزواج العرفي. هذاك هو الزواج، وغير ذلك فهو باطل. هكا الفاضل باش يقنع سونيا، رغم انها من الاول مش باش تقبل الحكايه. شو معناها الزواج هكا باش يصير زواج عرفي؟ يعني لا عندي ورقه، لا عندي اثبات اللي انا وياك معرسين، لاني باش نقول لدارنا، لاني باش نعمل كيفاش معناتها. هذايا هو الزواج الصحيح، هذا هو الزواج الشرعي، وغيره فهو زواج باطل. من غير ما نقول لك اللي هذه الحجة ما زالت معتمدة حتى لليوم في عشرات وربما مئات الحالات، حتى لليوم ما زالت فما شكون من نساء ورجال اللي عرسوا بناء على هذه الفكرة. وهو وقت العلاقة، وقت قرار الزواج، حتى حد ما يفكر في وقت المشاكل راهو، خاطر كان جاءوا الناس يفكروا أنه تنجم تصير مشاكل غدوة، وأنه راهو كي تصير المشاكل راهو العرفي هذا لا يضمن لك لا حق ولا باطل، وبالتالي تحسبا للإشكاليات المستقبلية اللي ما تعرفش عليها، راهو أضعف الإيمان أنه يكون عندك وثيقة تضمن بها هذه العلاقة بينك وبين هذا السيد، خاصة كي تعرف أنه تقريبا 50% من الزيجات اللي تصير السنة العام الجاي يطلقوا. ها؟ بالتالي عندك فرصة على اثنين، مش باش تخاف لا، أما باش تاخو حذرك كي تاخو مثل هذه القرارات. على كل حال هذا قوس ونسكروه. في نهاية المطاف قبلت سونيا بالزواج، وهذا اللي صار، وعرسه عرفي وأقنعها بالزواج العرفي، وبدأوا يسكنوا في تونس. لكن قلت لك اللي الأمور مضعضة، وهو عامل يومي نهار يخدم ونهار ما يخدمش، وطوى ولات عنده دار ومرأة وكري وكذا، ذاقت به الأمور وبدأ الجو يتكهرب ما بيناتهم. بدأت زادة سونيا الحق تكتشف أنها عبارة على سجينة، معناها الخدمة ما تحكيش هذيك، الخروج من الدار هو أصلا ممنوع، كي يخرج من الدار يسكر الباب، كي يرجع للدار وكي يحل الباب، ما عندك الحق حتى تطل من الشباك. لا، هو على أساس مغيار عليها ويحبها برشا، وربما تعجبها هي الحكاية ليامات الويلة، أما من بعد الحكاية تولي عبارة على حبس. على كل حال رغم ذلك ما زالت صابرة بين ظفرين عليه، باش تقرر أو باش يقرر هو أنهم يروحوا لدارهم، يروحوا لجندوبة. هو عنده دويرة في جندوبة صغيرة، هاوكا يروحوا تو يلقى خدمة في جندوبة، ولا كري ولا واحد ولا مصروف زايد، وهاوكا على الأقل طرف الفلوس اللي يجيبهم الخدمة يعيشوا بهم. أشني رأيك يا سونيا الروح الجندوبة؟ الحقيقة من الأول ماهيش ياسر متحمسة، هي في تونس تو في العاصمة وحاسة روحها مخنوقة، فما بالك في جندوبة في الريف مطيشة في دار وحدها بينها بين الحيوط. ولكن مع ذلك مشيت معاه طوعا أو كرها، الحق ما عنديش تفاصيل في الموضوع هذا، ولكنها مشيت معاه وروحوا الجندوب. فكان لهنا ساعة سؤال قبل ما يجيوا للدار، اش مش يقول لدارهم هو؟ على خاطر يزمك تعرف اللي هو عنده أمه ودارهم وخواته، واللي هما ما في بالهمش بالعرس، هي شني مش يقول لهم تاو؟ قل لهم عرفي كذا، ما همش ياسر موافقين على هذه الصياغ. على كل حال روحوا قال لهم راني عرست بها، ولكن لأن الأمور صارت مضغوطة ومزروبين وكذا، فما نجمناش نعملوها حاجة معناها كبيرة، وذلك علاش صارت الأمور بزربة. أمه تصدمت، خواته كيف كيف، ولكن بون الطفلة باينة نسملاح، سونيا وبنت أصل ومتربية وعاقلة وكذا، ما فيش مشكل. كي صارت هالهدرة هذية تو
مادام عرس وعرس وتو زايد نرجعوا للماضي، باش تسكن سونيا بحذا دار رجلها، دونك عنده دار كما قلت لك صغيره اللي قاعد يسكن فيها. لكن الامور مش باش تتحسن. صحيح الوضع ربما الاقتصادي خير من تونس، يعني يلقى خدمه فما شويه مصروف وطرف الفلوس هذيك يصرف بها على الدار، وما فماش مصروف كما في تونس كما في العاصمه. لكن هي وضعيتها تعيسه، هي الدار ما تنجمش تخرج منها، حتى باش تمشي لدار حماتها يلزمها بالاذن، حتى كي تطل من الشباك وهو يبدا مروح ويشوفها يعمل لها عركه، واذا كان قلنا عركه يعني زاد معاها ما تيسر متريحه. باش تكمل الوضعيه على هذه الطريقه حتى ليلي نوصلوا الى قرابه رمضان 2017 واحنا في الصيفية. ساعة هو كان الفاضل كي يمشي لدارهم ساعات يهزها معاه وساعات يخليها وحدها، حتى في سهرية معناها بعد سهرية العشاء سهرية تقعد في الدار وهو يمشي بحذا دارهم. المرة الأولى، المرة الثانية، المرة الثالثة، نوع من التعود زاد لهنا ولا عندها، حبت تلقى طريقة باش تفسر له أمور في الدين ربما يجهلها، حبت تلقى طريقة باش تقول له راهو اللي قاعد تعمل فيه من تشدد ومن تعصب وأني ما نخرجش وأني ما نحلش الشباك وأني ما عنديش الحق نعمل كذا وأني كذا، راهو هذا ما قالش به ربي. أشنو عملت؟ اشريت بعض كتب الدين وكتب التفسير وكتب الأحاديث وهكا بعض الكتب، وبما أنه هو أمي وما يقراش وكذا فحبت تقرأ له شوية، كل مرة تشده شوية تقرأ له شوية من الكتاب هذايا شوية من كذا، هاو تفسير القرآن، هاو الكتب شنو تقول، هاو الشيوخ شنو يقولوا. لا لا يا مرأة يا أخي أنت باش تعلمني، أنت ما تفهمش أصلا، مناقصات عقل ودين أنتوما، دونك ما تفهموش حتى شيء فيها الأمور هذه، أنا نفهم وانتهى الموضوع. مشيت الحكاية هكاكا، طرف الكتب اللي خذيتهم في نهاية المطاف خليتهم غادي، ما اقتنعش بكلامها وبقى شدد صحيح في رأيه. وصلنا إذن لجويليا 2017. في جويليا 2017 في واحدة من السهريات بش يمشي يخليها في الدار وبش يمشي لدارهم بش يمشي يسهر، لكنه عنده عادة هو مخليها في الدار، وساعة ساعة يطلع لسطح دارهم ويبدأ يطل على الدار، تشعلش الضوء وتحلش الشباك. مش قلت لك هو أقرب للحبس، حتى الحبس مش هكا هو على محالة أقرب للحبس منه للدار. عاد نهارتها شاف ضوء يشعل قدام داره، أش فما زعما خرجت قدام الدار ولا فما شكون قدام الدار؟ أهبط يجري مستح، قال لأمه هاني مروح للدار يا أمي، ومشي يجري للدار وهو كيكا وكأنه شاف شكون قدام الدار. أشكون؟ ما فما شيء، ما فما حد، وكأنه شاف خيال قدام الدار. أمشي ما لقى حد، ادخل ودخل لها طول السونيا وهو يشري في عركة. يا اخي فما شكون جاك يا سونيا؟ شكون عنده باش يجيني لهنا؟ معناها شكون نعرف انا باش يجيني؟ ما جاني حد. مالا شنو هو الخيال اللي كنت نشوف فيه قدام الدار؟ فما واحد جاك، فما راجل كان لهنا. يا ولدي يزي بالهبال متاعك، شكون الراجل اللي كان لهنا وشكون اللي باش يجيني؟ لقيت حد انت توا قدام الدار ولا؟ لا أنا ما لقيت حد، ما فما خيال، فما خيال ريتو كان لهنا. على كل حال ملتقانا مع سي الفاضل باش يكون بعد 36 ساعة من المشهد هذا، بعد 36 ساعة باش نلقاوه في السوق متاع البلاد. اقضاء يقضي، هم عملت له تليفون
تي وينك يا وليدي تو هالنهارين؟ لا ريتك انت لا ريت سونيا، وينكم؟ هاني في السوق يا امي. اي ماو كيف السوق، هاو مرتك هاو ماو، خليها قلها تجيب حذينا شويه، تقصر شويه الوقت ونقصروا مع بعضنا ونحكي ونهدرزوا وكذا. سونيا اي ماو برالها للدار يا امي، وتو تلقاها ميته، قتلتها سونيا، اقمت عليها الحد. ما نحكي لكش أم ومسيكنا فانا وضعية، معناها ماهيش عارفة روحها، تصدق تندب تبكي تتفجع تتعمل، ماهيش عارفة في شنو قاعد يخضرت بالضبط. السيدة ذي قتلتها وأقمت عليها الحد، حتى شنو شنو الحد ذي؟ اش معناها قتلتها؟ ماهيش عارفة كيفاش قالت لخواته في الدار، مشاو الكلهم يجريوا للدار مش مصدقين، بالك شي تفدليكا ماستا، بالك شي كذا، وبداو يدقوا ويعاودوا على الباب، وهما الكلهم يتمناوا انه فما شكون ترتق يحل لك الكوبه ويخرج لهم. دقوا وعاودوا دقوا وعاودوا، ما فما حتى حس. سونيا ما تجاوبش، هنا باش يقروا انهم يخلعوا الباب، وكي خلعوا الباب باش يتاكدوا انه كلام الفاضل صحيح. المشهد اللي باش يتلقاه قلت لك من اول هذه القضيه، مشهد الحقيقه يمكن تتصور انه يصير في فيلم، واحنا مش قلنا في المحقق بلس واقع أقوى من الخيال. أنا شفت التصويرة هذه لأول مرة وقت خدمنا على هذه القضية، وقت اللي صارت في الحقائق الأربع. ما كنتش تتصور أنه تنجم تكون فما صور كي من هك، مرأة مكفنة فوق الفرش متاعها ودوايرها الكل كتب القرآن وكتب الدين اللي هي شريتهم باش تعلموا بيهم الدين كلهم محلولين، وهي ميتة مقتولة. شنو اللي صار بالضبط في 36 ساعة اللي فصلوا بين اللقاء بين الفاضل ومرته تليفونه مع أم؟ العناصر الأمنية مش باش تطول ياسر في إلقاء القبض على الفاضل. الفاضل اللي باش يحكي تفاصيل 36 ساعة متاع الرعب هذه واللي صار لسونيا المسكينة. بعد ما روح لها وحكاه وهي تحلف وتتكتف اللي ما فما حتى حد، واللي يشوف فيه توهمات وخيالات موجودة كان في مخه، باش يقرر. ما قلت لك هو يعرف وغيره ما يعرفش من قبل مش من توا، باش يقرر انها هي خانته، وجزاء الخيانه قالها اقامه الحد. رجل اما حد اقامه الحد توا باش نقتلك، وباش يشد عصا غليظه وينطلق في عمليه الضرب. هي تصيح وتتخذع وهو يضرب. هل سمعت عائلته صياحة وعياتها؟ ما عندناش برشا تفاصيل، اللي نعرفوها انه قبل كانوا يسمعوا احيانا الضرب متاعو لها، يعرفوه يعني شهدوا بانه يعرفوا الضرب متاعو لها، ولكن مرة هذه ما عندناش برشا تفاصيل، لكن انا نتصور انهم سمعوا. ولكن كالعادة قالوا تريحة. ها؟ ماني قلت لك ثقافة التبليغ ما عنيش، خاصة هذوما داروا يعني هم واخواته وكذا، حسيلوا ما قوس مش لازم ندخل فيه برشا تفاصيل. هو يضرب وهي تتخذع، ما فما حتى منجد وحتى مسعف،
اللي باش نعرفوه بركة في هذه العملية أنه شدة الضرب اللي باش تتعرض له باش تخلي أصلاً ملامح وجهها تفسد، يزيك لهنا بال 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 بهذا المشهد المرعب. وهالعملية اللي باش تتوفى فيها مسيكنا نتيجة تعذيب كما باش يقول تقرير الطب الشرعي، يعني باش يعتبر عملية وفاتها ناتجة عن شدة الألم الناتج على إصابة بآلة حادة وإصابات متكررة عنف شديد. بعد مش يقعد يتأمل شنو عمل، زي فش غلو وأقام الحد وسي خطري خانته مع خيال. ومن بعد باش يقوم يغسلها، وبعد باش يكفنها يلفها، وبعد باش يحطها فوق الفرش، وبعد باش يرقد ويقوم الصباح ويمشي يقضي أموره وشؤونه ويمشي للمرشي للواحد للسوق وكذا ويروح، وباش يرقد بعدها مرة أخرى. طيب هي متوفية من الليلة اللي فاتت، هايش بي شي عاود يرقد غادي، وبعد بشي يقوم وبشي يحطك الكتب والواحد وكذا. علاش حطيتهم الكتب ما بحذاها؟ بشي يكونوا يشهدوا عليها يوم القيامة اللي هي خانتني. هكا بشي يقول للمحقين اللي بشي بحثوه هكاكا. وبعد باش يعاود يخرج الصباح وباش تكلموا أمه وباش يقولها راني قتلتها وأقمت عليها الحد وبقيت الحكاية حكيتها لك. العائلة متاع الفاضل اتأكد أنه مستحيل تكون سونيا خانة الفاضل، اتأكد أنه ما فما حتى حد يجيهم للدار، فما بالك باش يجيها عشيق. اتأكد أنه اللي شافوا الفاضل اسمه على جسمه خيال، خيال موجود كان في توهمات إنسان مريض، مريض بالغيرة، مريض بالتعصب. اللي صار لسونيا يوريك زادة حد وين ينجم يوصل التعصب ونتائجه، حد وين ينجم يوصل. خليك هيك ميسالش على حتى شيء بدأ الضرب، على حتى شيء قرر أنه يقيم عليها الحد. المسكينة اللي عمرها 25 سنة، وراني نسمع في شكون منكم طوى يقول إيه ما تستاهل، ما هي زادة إيش ملزها، هي زادة قابلة بالزواج العرفي وقابلة بالهم وقابلة بهذا الكل وماشية معاه ودرشنية وقال شنية باش تعلم وباش توعيه. أنا ما ذي الأمور ما نحبش ندخل فيها، خاطرني ما نحبش ندخل في علاقات الحب والعلاقات ما بينات العباد وكيفاش تبنيت وكيفاش تعملت وكل واحد كيفاش كان يتصور روحه. علاش؟ فماش حاجة حالات اللي تمكنت فيها برشا نساء من أنها تستوي برشا رجال، والعكس صحيح، برشا رجال من أنهم يستوي وبرشا نساء بيدافع الحب. فما برشا حالات كمن هكا تو يمكن يجي الوقت ونحكي لكم على البعض منهم، ولكن في هذه القضية هذا ما صارش، وكانت نهاية سونيا نهاية شنيعة في هذا المشهد اللي اصدم التوانسة وقت اللي شافوه. مشهد كأنه جاي من فيلم، امرأة في وسط فرش دايرة بها الكتب الدين محلولة كلها فوق الفرش، الكتب اللي هي شريتها باش توعيه على الدين وشنو اللي يقول. بعد ما يتم إلقاء القبض عليه باش يعترف، هو باش يكون نوعا ما فخور باللي عمله الفاضل ويعتبر أنه عمل اللي يلزمه يتعمل وأنه هذه المرأة خانته وأنه أقام عليها الحد والهدرة منتهية. محكمة الاستئناف باش تحكم عليه في 2019 بالسجن المؤبد.
شكرا على حسن المتابعة، إلى اللقاء. مرحبا بكم، حلقة جديدة من المحقق في سلسلة القضايا الخاصة، القضايا التي لم تعرض من قبل. واليوم سنحكيه على قضية لم تعرض من قبل وقضية غامضة، سنرجع فيها على القضايا اللي رغم وجود برشا أدلة فيها إلا أنها تبقى لسنوات مقيدة ضد مجهول. أكثر من 10 سنين حكايتنا لليلة وما نعرفوش من هو المجرم وشنو اللي صار بالضبط. 10 سنين بعد الجريمة والمجرم لم يحاسب بعد. هذه من القضايا اللي تتسمى ضد مجهول، موجودة في العالم الكل قضايا ضد مجهول، ولكن عادة ما تكون ضد مجهول لأنه فيها الأدلة منعدمة، لأنه مسرح الجريمة ما فيش ما يؤدي إلى المجرم. ولكن تستغرب وقت اللي يبدأ مسرح الجريمة فيه أدلة عديدة ولكن ما فما حتى مجرم. مرحبا بكم في حلقة جديدة من المحقق. ما تنساش قبل ما ننطلق في حكايتنا لليوم أنك تشترك في قناة اليوتيوب باش يجيك الجديد الكل والحلقات الأسبوعية بكلها. حكايتنا لليلة تهزنا لولاية جندوبة وتحديداً لمنطقة غار دماء في بلاصة فلاحية يقولوا لها منطقة ريحان. هنا يعيش عبد السلام، فلاح تونسي، راجل في الثمانينات من عمره، ما شاء الله قريب 90 تحديدا 87 سنة، وما زال يمارس في الفلاحة ويعاونوه ولاده. عنده 4 أولاد وبنية بكلهم بطريقة أو بأخرى يعاونوا فيه في الفلاحة. عبد السلام عنده زيتون وزيدة كيف كيف، عنده اللي نسميهم الزراعات الكبرى وإلا الزراعات الموسمية، عنده القمح، يزرع في القمح، عنده بعض الماكينات الفلاحية ولكن ينقصه جرار أو تراكتور ما عندوش. وبما أنه يسهل ياسر الخدمة فأنه فكر كيفاش ينجم يعمل باش يتحصل على جرار، لا هو باش يعمل كريدي ولا هو باش يشري جرار، ولكن باش يدخل شركة مع فلاح آخر بالجرار متاعو. هالفلاح حسان هو زاد ما شاء الله عليه في 80 من عمره، ها شفتوا تبارك الله عليهم في 80 وما زالوا يخدموا وما زالوا في الفلاحة وما زالوا في الماكينات وفي الجرار وغيره. اتفاهموا على أساس أنه حسان باش يدخل شريك بحاجتين، بالجرار وبالخدمة، ومن بعد باش يتقاسموا مع بعضهم الأرباح اللي باش تحصل من محصول العام، وهذا اللي تفاهموا عليه سنة 2011 أو السنة الفاصلة بين 2010 و 2011، السنة اللي باش تصير فيها الصابة وباش يتقاسموها والأمور ماشية
عال العال حسين وقت اللي لازمه يبدأ موجود في الأرض ديما موجود في الأرض، يحرث المعاملات بينه هو وشريكه على ما يقولوا الناس، معناها معاملات هائلة ممتازة ما بيناتهم حتى شيء، الخدمة ماشية بصفة عادية جدا. وجات الصابة وتباعت وجات فلوسها وتقاسموا الفلوس وانتهى الموضوع. أو هكا في بالنا 18 مارس 2011، عبد السلام مش باش يروح لداره على غير عادته، رجل 80 ما يبات كان في داره، لكن نهارتها اختفى ما فما ليه حتى خبر. ولادو يفركسوا مشاو للأرض، تعرف راجل في الثمانينات ما شاء الله قريب التسعين ينجم حتى بضربة شمس يطيح يدوخ يتعثر يطيح، معناه كل شيء وارد. مشاو للأرض ما لقاوش ما فما حتى ريح، مشاو المسلك اللي يمشي فيه، بالك شي صارت له حاجة انترطان في الثنية في كذا، ما فما حتى أثر العبد السلام. فركسوا داروا شافوا داو يتحيروا كيف طوال الغياب. هو الحق مش باش يطوال ياسر، لأنه 48 ساعة من بعد نهار 20 مارس باش يجي تليفون لمركز الحرس الوطني في غار الديمان. تليفون باش يجي من عند واحد من الفلاحة، وهو متعدي بحذا الأرض متاعه شاف ما يشبه جثة آدمية متفحمة، وهبطت الطامة والعامة، وجاء الحرس وبدا في المعاينة متاع البلاصة. شكونوا زعمة السيد هذا ولا السيدة؟ شنية الظروف اللي تحرق فيها؟ وبدأت المعاينة متاع البلاصة، خاصة وأنه يظهر وأن في مسرح جريمة. بالأمارة الجثة مغطية تقريبا بخصان زيتون، معناها اللي يرتكب الجريمة حب أنه هوك بالنار، وكي شعلت فيها النار ومعه شوية خصان زيتون تو يكملوا يأكلوها الحيوانات اللي بقى فيها وانتهى الموضوع، تخبر الحكاية. ثم لقاو خيط حبل يستعملوه برشا الفلاحة، حبل أخضر معروف بالنسبة للناس اللي تعمل الفلاحة واللي باش تكركر ولا باش تجر حاجة، خبر أخضر معروف يتباع حتى في اللي كان كيري واستعماله دارج عند الفلاحة. ثم لقاو بطاقة تعريف، بطاقة تعريف مش تاع الضحية، بطاقة تعريف باسم كرم. من هنا باش يبدأ التوصل لمن هو صاحب الجثة وشكونه سي كرم هذا. كرم هو ولد عبد السلام، هو أصغر أولاده، وبالتوصل لكرم عرفوا الناس الكل أنه الجثة هذيك هي جثة الشيخ عبد السلام، رجل 87 سنة اللي إذن تلقى متوفي وجثته محروقة. شكون ينجم يعمل هذا في رجل 80؟ بدأت الفرضيات والاحتمالات. ساعة الحاجة الأولى اللي كان ملفت عند الـ العناصر الأمنية وجود بطاقة التعريف، اللي كان ملفت أنه الجثة كانت
مكبلة. وبما أنه لقاو بطاقة تعريف وعليها اسم كرم، فأول المتهمين بالنسبة للعناصر الأمنية هو الابن، وصار البحث معاه. هاي سي كرم، نهار 18 مارس شنو اللي عملت بالضبط؟ كان يوم عادي، خدمت، روحت للدار، قعدت بحذا دارنا بلا مرة. العائلة الكل تنجم تشهد انه كان يوم عادي بالنسبة لي انا، نهار اللي اختفى بابا معناتها عادي جدا، روحت لدارنا في وقتي تاع العادة، كذا ما فما حتى مؤشر ينجم يدل على اني انا مرتكب الجريمة. ثبتت العناصر الأمنية، شافت، سألت العائلة، أكدت العائلة كلام كرم، استغرب كرم من أنه يتوجه له تهمة اغتيال بوه اللي هو يحبوا برشا، ما بيناتهم كان الخير، بالعكس ما بيناتهم شي لا مشاكل ولا هم يحزنون، كيفاش ينجموا يوجهوا له تهمة ولا يفكروا أصلا أنه ينجم يكون عنده علاقة بوفاة الأب. وفي نهاية المطاف بطاقة تعريف، تقولي انت كيفاش لقاوها في بحذا الجثة؟ بطاقة تعريف لقاوها في حوايج المتهم، يعني في حوايج الضحية، سامحون، يعني كما اي بوي نجم يهز بطاقة تعريف ولده باش يعمل عليه فوتوكوبي ولا باش يقضي بها قضية، والا ما كانتش عنصر موجود في ساحة الجريمة على اساس المجرم ينجم يكون خليها غادي طاحت له، أو هكا يظهر، أو هكا دافع كرم على روحه. وهنا باش تبدأ الفرضيات. إذا كان مش كرم، الصورة اللي كانت سهلة وواضحة ياسر، هو مرتكب الجريمة، السيد اللي لقينا بطاقة تعريفه في مسرح الجريمة، ملا شكون ينجم يكون المجرم؟ وتفتحت الأبحاث بالنسبة للأمنيين، وبدأت الفرضيات كيف بدأوا يسألوا في العائلة وفي أولاده. الحاج كان عنده مشاكل، كان عنده شكون عنده معاه نبزيات، فما مشكلة منا ولا من غادي؟ ليه؟ حق الحق ما عنيش مشاكل معناها مع الناس. إلا عنا جيراننا ثلاثة خوات، عنا معاهم ديما مشاكل على حكاية الحد متاع الأرض، وعلى حكاية الممر اللي باش نتعداو منه للأرض، وديما وإحنا كولني ناكلك، وإحنا نوجهو لهم هما أصابع الاتهام، ينجم يكون عندهم يد في موت الوالد. هذه فرضية، فماشي حاجة أخرى يزم نعرفوها على سي عبد السلام، فماشي مشاكل أخرى صارت له مع ناس أخرى. رانا في مكان الحادثة في مسرح الجريمة لقينا آثار تراكتور. تراكتور، وشكون اللي حكينا عليه مولى التراكتور؟ شريكو حسان، زعما عنده يد في الموضوع السيد هذا؟ والله أنا حسب ما نتذكر قال لي عبد السلام يرحمه اللي حسان جاه طالبه في فلوس، يحب يشري 404، طالبه في فلوس، يا أخي طلع من سينت وقال له ما هو فلوسك وعطيتهم لك وما عندك عندي حتى شيء. الكلام هذا قالته مرت عبد السلام اللي حكي لها رجلها على هالحادثة هذه، رغم أنها كانت حادثة بالكلام وبرة، يعني وفات الهدرة ما بينات الرجال الاثنين من غير لا مناوشات ولا هم يحزنون، ولكن
الملفت بالنسبة لها أنه حسين اشريها الكاتسونكات. وبالتالي زوز فرضيات ولات موجودة عند العناصر الأمنية، الفرضية الأولى الجيران، والفرضية الثانية الشريك. شكون زعمة ارتكب الجريمة؟ وعليش؟ رغم الأدلة، وما زالت الأدلة باش نزيد نحكي لكم عليها في مسرح الجريمة، وما زالت باش تزيد تبهت كي تسمع الأدلة وعلاقتها بالجريمة. ثم من بعد 10 سنين بعد الحادثة ما فماش مجرم. قاعدين نشوفوا شنو ينجم يكون صار العبد السلام، فلاح في غار الدماء عمره 87 سنة، تلقى مقتول، تلقى بدنه متفحم تقريبا في بلاصة تبعد قرابة 20 كيلومتر على داره، تلقى في 20 مارس 2011. الاتهامات الأولى باش تمشي الولده، لكن سريعا باش يتم التغاضي عليها لأنه عنده ما يثبت أنه ما كانش ينجم يكون في مسرح الجريمة وقت اللي توفى أبوه. ثم بعد ذلك زوز أطراف باش تحوم حولهم الشبهات، الجيران لأنهم كانوا متعاركين مع العائلة بصفة عامة، ثم الشريك حسين مولا التراكتور مولا الجرار. سريعا الفرضية الأولى متاع الجيران سيتم كيف كيف إقصائها، ما فما حتى شيء يدل وأنه النبزة اللي بيناتهم على المرور للأرض امتاحهم كانت سبب وراء القيام بجريمة قتل. ولكن المحققين باش يرجعوا لمسرح الجريمة، وفي مسرح الجريمة فما حاجات ربما ما تخطرش على بالك. صحيح قلنا انه فما آثار الجرار في بلدان متقدمة في العلم الجنائي، ينجموا أصلاً آثار العجلة يطلعوها تاع أنا عجلة، تاع أنا تراكتور. حسب معطيات اللي عنا في الملف، تقرير هذا ما فيهش، ما تعملش اختبار للعجلة تاع التراكتور اللي موجودة في مسرح الجريمة. ولكن فما معطى كان بالنسبة لي مفاجأة أنه يتعمل عليه تقرير واختبار في تونس. المحققين بعثوا للاختبار الأغصان متاع شجرة الزيتون اللي متغطية بها الجثة باش يعرفوا بالضبط منين تنجم تكون جات، والخبير الفلاحي باش يتحول مع العناصر الأمنية لمنزل حسين. ما قلنا عنده تراكتور، بالتالي ينجم يكون هو من المشتبه فيه. ثم اتقال لنا انه صارت مشكله بينه هو وبين عبد السلام على موضوع الفلوس، وبالتحول لداره حسب تقرير الخبير الفلاحي، فانه اقرا معايا مليح شنو كتب الخبير. حيث تم العثور على غصن شجرة زيتون قرب جثة المرحوم، ثبت بواسطة الاختبار انطباق أصل الشجرة الموجودة خلف منزل المتهم، مما يقيم الدليل القاطع والثابت على أن من اقترف هذا الجرم لا يمكن أن يكون إلا المتهم، لأن هذه الشجرة موجودة بمنزله. هذا الكلام اللي تكتب بعد تقرير الخبير، وبناء عليه توجهت التهمة بالقتل لحسين. حسين اللي زاد باش يتلقاه في داره حبل، كيما الحبل اللي تلقاه في مسرح الجريمة. في
الطور الابتدائي باش تتوجه له تهمة القتل، ولكن من بعد استئناف الحكم فأنه باش يتم حفظ القضية، حفظ القضية لعدم كفاية الأدلة. أي أنت زادة متفاجئ، الشجرة تعمل لها اختبار وتقال أنه الأغصان اللي موجودة بحظة الجثة جاية من الشجرة اللي موجودة وراء الدار متاع حسين. آثار تراكتور بحظة الجثة، الخيط الأخضر اللي موجود اتكتفت به الجثة القى واحد يشبه له ولا هو ولا كيف وما نعرفش في دار حسين. ولكن مع ذلك ما نعرفش ليش، مع ذلك اعتبر وأنه لا توجد أدلة كافية. مش نعطيه لكل واحد حقه، هي ملاحظات قاعدين نعملوا فيها بناء على هذا الملف وليست أحكام أو انتقادات، هي ملاحظات على هذا الحكم. ينجم صحيح قولك المحكمة هذه قضية قتل، مش بالسهل نجي نقول هو قتل خطر فما كذا. أين هي البصمات؟ أين هي الآثار متاع السيد هذاك؟ أين هي الأدلة المباشرة اللي تنجم تؤدي إلى أنه هو مرتكب الجريمة؟ ينجم يكون كما تنجم تكون العملية الكل عملية كاموفلاج، اتحطوا هذوكم الكل بالذمة في مسرح الجريمة باش أصابع الاتهام تمشي للسيد هذا. صحيح؟ الشيء هذا الكل خلى وأن القضية ترجع لنقطة الصفر، وبالتالي عبد السلام اللي تقتل من 18 مارس 2011 لليوم 10 سنين من بعد، المجرم لم يقع إيقافه. وهو اللي خلاني نقول لك في الأول أنه ساعات بعض الجرائم رغم توفر الأدلة فيها إلا أنه المجرمين ما يتوقفوش. وانت شنو رايك؟ هل المجرم موجود بين الأطراف اللي حكينا عليهم في هذه القضية، أو تعتبر انت زادة أن القضية غامضة وهي قضية ما تنجم تكون كان ضد مجهول؟ نستنى الأجوبة والتعليق متاعكم على هذه القضية. شكرا على حسن المتابعة، إلى اللقاء. مرحبا بكم، حلقة جديدة من المحقق، سلسلة القضايا الخاصة، القضايا التي لم تعرض من قبل، قضايا تونسية حديثة العهد. الحكم ما زال كيف اصدر فيها ولكن لم تعرض في وسائل الإعلام من قبل. وقضيتنا، حكايتنا بالنسبة لليلة حكاية مؤلمة، مؤلمة للي صارت عليه ومؤلمة زادة كيف كيف للمجتمع بصفة عامة، على خاطر ساعات المجتمعات باش تلقى حلول لبعض الإشكاليات الاجتماعية تخلق مؤسسات باش تتلهى بهالإشكاليات هذه. مثلا إذا كان عندك إشكاليات في صغار مجهولي النسب فأنك تعمل مؤسسات باش تتلهى بهم. المفروض
مشتت الهابيه. لكن لسوء الحظ برشا من مؤسساتنا هذه تتحول هي مؤسسات للاعتداء على الناس اللي ما المفروض تتلهي بها. وهذا اللي باش نشوفوه في حكايتنا لليل. مرحبا بك في حلقة جديدة من المحقق. حكايتنا تبدأ من 2016، مشهد متاع طفل صغير، طفل تقريباً عمره في 12-13 سنة، قاعد يجري ويتلفت وراه، وجهه مدمدم، عليه أثار تاع ضرب، عليه أثار تاع عنف، عليه حتى أثار تاع حرق، وهو قاعد يجري بهذل حالته، حفيان يجري 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 حتى لين وصل للباب، وبدأ يدق 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 في الباب، وأخيرا تحل الباب. مرأة طلعت هكا تشوف وهي مفجوعة مرعوبة، شكون اللي يدق عليها في ماضي ساعتين متاع الليل؟ وإذا بيه هو يطيح دايخ، ما بيش يفيق، كان بعد ما يهدم ويدخلوه للدار ويشوفوا شنو الحكاية اللي صارت له بالضبط. الطفل اللي نحكي لكم عليه هو سليم. اللي صار فيه في الليلة هذه صعيب ياسر، خايب ياسر، ما تتمنيهش حتى لعدو. مش نعرفوا شنو اللي صار له بالضبط، يلزم نرجع بكم شوية لحياة سليم كيفاش بدات، لأنه الحق من توا خليني نقولها لك. سليم حياته رغم صغر سنه تعديت برشا مشاكل، برشا حاجات اللي بالنسبة لوليد صغير ما تنجم كانت تخلي آثر فيه. نرجع بكم 10 سنين التالي، أكثر شوية، حتى نرجعوا تحديداً الـ 2005. سليم عمره 3 سنين. 3 سنين هو العمر اللي باش يفقد فيه الوالدة متاعه، هذاك علاش ما يتذكرهاش تقريباً بالكل، أما أبوه فما يعرفوش. سليم باش يعيش مع خالته وجدته، وبعد أخذ ورد باش تقبل خالته انها تخليه عندها هي وجدته، الاثنين يعيشوا في جندوب، وغادي باش يخليه اذا الوليد سليم ولد 3 سنين يعيش معهم. الخاله سلطانه والجده حده باش يتلهاو بيه كيما ينجموا، رغم كالعاده أقاويل الناس والقيل والقال باللي نجموا بشيت الهاو بسليم. بشيت الهاو بيه ويوصلوه حتى للسنة الأولى، يدخل يقرأ، قرأ السنة الأولى تقريبا توا عمره في 7 سنين بعد ما كمل القراية، أما الحقيقة المصروف زاد عليهم، ما عادش عندهم كيفاش، منين وليد صغير ومصروف تاع قرايه وكذا، فبألم كبير بالنسبه ليهم وبالنسبه لي، باش يقرروا انهم يحطوه في المركز المندمج للطفوله بعين درهم، مركز اللي يعتني بالوليدات الصغار، يعتني بهم، وخاصه نجم يكمل يمشي يقرا سليم على روحه ويكمل مشواره الدراسي. هذاك اللي باش يصير، رغم كيما قلت لك برشا وجاعة على الفراق، فارق أمه في عمره 3 سنين، فارق خالته في عمره 7 سنين، خالته وجدته، وباش يمشي يقرأ ويعيش في المركز المندمج، باش
تمشي الأمور عادية حتى ليوصل عمره 11 سنة. لكن في ال 11 سنة وقت اللي جات خالته تطل عليه باش يشد صحيح أنه يروح، باش يقولها يا خالتي نروح ونخدم ونعاونك ونقرأ ونعملهم الكل، المهم نروح. علاش المهم يروح؟ هل هي حكاية وحش وكهو؟ لا، يظهر أنه المعاملة في وسط المركز كانت خايبة. وكي نقول المعاملة مانيش قاعد نحكي بالضرورة على الناس اللي تخدم في المركز، على المشرفين في المركز. المشكل عادة في هذه المراكز مش منهم هما، عادة المشكل عادة من الصغار الأخرين اللي موجودين فيه، صغار ولا كبار. خاطر وقت اللي تلقى اللي عمره 18 سنة واللي عمره 12 و13 سنة مع بعضهم، وقت اللي فما تسيب في عملية الرقابة، وقت اللي فما زعامة يلزمها تكون بين شكون والعرف غاديكا واللي يلزم الناس الكل يسمعوا كلامه، تولي فما ناس محبوبة وناس مكروهة، ناس مضروبة وناس يتم الاعتداء عليها. الإهانة والسب والضرب كان يتعرض له سليم بصفة متواصلة حسب المعطيات اللي عنا من عند صغار أخرين كانوا موجودين معاه في المركز، وتحديداً 4 أولاد أكبر منه في العمر. هذه من الأسباب اللي خليته يصر أنه يغادر المركز وأقنع خالته. خالته سلطانة وقت يوصل عمره 11 سنة قالت له باهي يا سيدي يا تو نروح بيك وترجع تعيش معانا في الدار. وهذاك اللي صار، ارجع يعيش معاهم في الدار وهوكا يحاول يعاونهم بلي نجم، وليد صغير عمره 11 سنة. باش ترجع حياته تقريبا طبيعية حتى للي يوصل عمره ل 13 سنة. في 13 سنة باش تتوفى جدته، جدته حدة اللي كان يحبها برشا، هي أمه تقريبا، معناها هي وخالته وذكش عنده في الدنيا. كيف توفيت جدته باش يولي بصفة متواصلة خاصة في الأيامات الأولى متاع وفاتها، ديما يمشي للجبانة يقرأ عليها الفاتحة ويحكي معاها ديما، ولات له عادة من عاداته. لكن اللي ما قلتلكش عليها انه زاد سليم رغم انه غادر المركز المندمج، الا انه عصابة المركز هي ما غادرتوش وقعدت تتبع فيه. بلا مرة توا عندهم ايامات عرضوه في الثنية، ضربوه ودزوه في واد مجردة. تعرف واد مجردة؟ واد في بعض الأماكن من تونس عملاق يعني، وإذا كان ناس طاحت فيه ساعات في بعض البلايس نجم معاش تخرج. هو منع منه بأعجوبة، منع ومشى اشكى ضد الصغار هذوما، صغار بين ظفرين كان نجم نسميهم صغار، ضد هذه العصابة اللي دزته في واد مجردة. 4 أولاد اشكى بهم، وفعلا تم استنطاقهم وفعلا توجهت لهم التزام بأنهم ما عادش يدوروا به، يخطاوه ويسيبوه. إلى حد الآن الأمور تنجم تقول لي بون طبيعية في أعمار مراهقة ما بينات صغار، مشاكل من هذا القبيل تنجم تصير. صحيح، حتى للي نوصلوا لأفريل 2016. لكن ما كانش وحده في الجبانة. تذكروا الشبان اللي عملوا التزام واللي يشكى بيهم مش معاش يدوروا بيه؟
كيفاه مال تشكي بينا ونعملوا التزام هالشبيبة هذوما باش يقابلهم في الجبانة. هو داخل وباش يلقاهم غادي ومعاهم عنصر خامس جديد، بكلهم محملين ساشيات فيها كل شيء، مشراب للزطلة للي تتصوروا ربما اللي ما تتصوروش. وباش يشدوه ومشى في باله من الاول كيما العاده بلاده من الحاجات اللي مستنسين يعملوها، هاو ضربه هاو كلمه منا هاو كلمه من غادي، ولكن باش يكتفوه بالحبل هذا، باش يكتفوه بالحبل اللي تشوف فيه وباش يحطوه في الوضعيه هذه. ايديه مكتفه، حد ما هو قاعد يسمع فيه حتى كان يسيح ويعيط، رغم انهم كل ما هو يهز صوته اشتافعتيه بالضرب، وباش يقولوا له يا سيدي باش تمشي معانا للقاعده اللي باش نعملوها، ويكركروه ويهزوه البلاصه هذه اللي موجودة في جبانة اليهود، عبارة على بيت صغيرة مهجورة متاع قعدات، غادي تقعد حتى حد ما يعرفك ش قاعد تعمل بالضبط. وباش يبداو الجلسة متاعهم، شوية شرب على شوية ضرب متاع سلي، بعد ما كتفوه وطرحوها على الأرض، شوية شرب مع شوية سواقر اللي باش يطفيوهم في سليم. شنو عمل لهم؟ حتى شيء. يعني الملفت في هذه القضية أنه حقيقة الطفل هذا، يعني كي نشوفوا الأوراق كي نشوفوا الوثائق كي نشوفوا شنو كانت علاقته كي نشوفوا علاش هالغل هلي موجود عند الناس المريضة هذه، شو عمل لهم؟ تقول انت ردة فعل، وإلا حاولوا يقتلوه ارماوه في مجر دايخ يشكي بهم، فقط مكتف محطوط على القاعة قاعد يتضرب وقاعدين يطفيوا فيه في السواقر متاعهم. وبدأت عاد السكرة تقدم وبدأت الاعتداءات تكثر وبدأ الضرب يقوى، إلى أن وصلنا للمحظور. هو يتوسل ويسيح ويعيط وحتى حد ما وقاعد يسمع فيه، ولا هما قاعدين عاطين بال للكلام اللي يقول فيه. أعمارهم في العشرينات تقريباً بكلهم، الخمسة شبيبة اللي قاعدين نحكي عليهم، باش ينزعوا له حوايجه وباش يتداولوا على اغتصاب. ثلاثاش ساعة باش يعديهم سليم مخطوف، 13 ساعة باش يشوف فيهم الويل من الضرب للحرق بالسواقر للاغتصاب. بسي ما عادش فيه، وهما بعد السكرة وال 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 والزطلة وا 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 عملوا كل شيء، دونك سي هما زادة هزهم النوم باش يفيق في قرابة ساعتين تاع الصباح سليم، باش يثبت أنه ما فما حتى واحد فيهم فايق، بأعجوبة باش ينجم يفك الرباط اللي عنده وباش يخرج يجري 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 حتى لين يوصل لدار خالته.
وبش يبدأ يدق الباب يدق الباب ويعيط لها يا خالتي سلطانة يا خالتي سلطانة. أول ما هي تحل الباب يتيح دايخ حتى لينا دقائق من بعد وهي مرعوبة مفجوعة ماهيش عارفة إيش بيه في الحالة هذه، أموره مضعضعة مضروب محروق كله دم. باش يفيق من الأول بالشهقة وبالبكاء مش باش ينجم يحكي شنو اللي صار، لكن بشوية بشوية والنهار قاعد يطلع باش ينجم يحكي الخالته سلطانة اللي صار له. على الفور سلطانة باش تبلغ الوحدات الأمنية اللي باش يبداو في البحث على الخمسة منحرفين هذو. أما سليم فباش يتم نقله على الفور للمستشفى الجهوي ثم من بعد لمستشفى شارل نيكول. وضعيته تعبة سليم، تعبة برشا، تعبة بدنيا ونفسيا بما أنه باش يتعرض لانهيار عصبي، باش يطلب نقله لمستشفى الرازي وين باش يقعد 3 أيام. الخمسة أولاد اللي نحكيو عليهم وقع إيقافهم سريعا. تعرف ديجا اللي كما قلنا هما 4 منهم عاملين التزام، يعرفوهم بالاسم باللقب وينهم وكذا ومتعرضين له قبل. مشاو جابوا هذوكم وهذوكم كروا على صاحبهم الخامس وتوقفوا الخمسة اللي طبعا أكيد أنكروا كل شيء، ما عملنا له شيء وما ما درناش به. وصدر تقرير الطب الشرعي، الطب اللي شاف سليم أكثر من مرة وأصدر تقريره، والتقرير اللي نقرأه فيه الكلام هذا: الطفل المتضرر يحمل آثار اعتداء بفعل الفاحشة حديثة وغير متعود على الأفعال المذكورة، كما يحمل رذوذا على مستوى أعلى بدنه ناتجة عن اعتداء بجسم صلب. أكد إذن تقرير الطب الشرعي الاعتداء بالفاحشة على سليم، وأنه اعتداء صار المرة هذه. ونتيجة لذلك باش يتم توجيه التهم المتعلقة بالخطف والمتعلقة بالاغتصاب للخمسة مع بعضهم. قضيتنا لليلة إذن تحكي على موضوع، زوز مواضيع كنت حب. أولاً الظروف اللي بعض ناس نجم تعيش فيها، صحيح وكأنه ساعات ما نعرفش عليه فما ناس تحس وأنهم مولودين للعذاب، أنه في حياتهم يعيشوا برشا صعوبات، أنه ولد صغير يتولد ما يتعرفش على أبوه، في عمر 3 سنين أمه تتوفى، في عمر 7 سنين يتم إيداعه في مركز غادي وين بش يسكن وين بش يبات وين بش يعيش وين بش يمشي يقرأ 7 سنين. في عمر 13 سنة تتوفى أقرب الناس ليه، وفي نفس الفترة هذه يتعرض للاغتصاب ويصاب بانهيار عصبي. المفروض حياته ما زالت ما بدتش. الشاب هذا، ولكن برشا يقولوا حياته ديجا وفات. أنا طبعا ضد الفكرة هذه، ونعتبر أنه مهما يصير للعبد ديما يخزر أنه غدوة خير. مش هكاك كلام خاطر ما عندوش حل آخر، غدوة خير خاطر ما عندكش حل آخر، خاطر ما ينجم يكون كان غدوة خير. ولكن زادة قضيتنا لليوم تحكي على مصيبة هذه المراكز.
ما نحبش نجمعها الكل مع بعضها، ولكن مانيش مبالغ كيف نقول أنه أغلبها فيه مشاكل، وإحنا خدمنا عليهم قبل حتى في الحقائق الأربع ونعرف إيش فيهم. هذه المراكز اللي تم إعدادها لرعاية الأطفال واللي تتحول لأوكار للاعتداء على الأطفال، سواء من قبل عدد من القائمين عليها أو، وهذا الأغرب، من قبل صغار كيفهم كيفهم، عليه لا رقابة لا حسيب لا رقيب، لا عبارة على مركز حيط معمول وانت يعمل اللي تحب، عندك وقت تجي فيه وقت تخرج فيه، وفي الوسط شنو يصير وشنو كذا غابة. واللي صار لسليم يؤكد أنه فعلا غابة. المنحرفين اللي عملوا فيه اللي عملوا أعرفهم في مركز الاندماج، كان ما جاش عرفهم غادي ربما يرى وعمره ما التقاهم. مراكز يلزم ضرورة النظر فيها، يا تتعمل كما يلزم يا سماح، خاطر عادة اللي خايفين منه ولنا نجيو في صور أتعس منه، نحطوا صغار باش يتم اللهوة بيهم مش ما يكونوش في الشوارع، تولي ساعات الشوارع أأمن من هذه الأماكن. 25 جوان 2019 باش يصدر الحكم عن محكمة الاستئناف بجندوبة، حكم بثمانية سنوات سجن في حق كل واحد من الأولاد الخمسة. صحيح تعاقبوا، صحيح تحكم عليهم بالسجن، 8 سنين زعما هي العقوبة المستحقة في مثل هذه القضايا. خلي لك انت الرأي للتعليق على الحكم وللتعليق على القضية وتفاصيلها. نستنى رأيك في حكايتنا لليلة، ملاحظاتكم وأسئلتكم كيف كيف اللي نجاوبوا عليها تباعا في سين جيم كل جمعة. كانت هذه حكايتنا لليلة، شكرا على حسن المتابعة، إلى اللقاء.